توقعات برج القوس ليوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 26 تموز 2023. بالنسبة ليك النهاردة يا قوس، يومك عظيم جدا ورائع جدا، هيبقى مليان بالأحداث الجادة في حياتك، هتبقى أكتر حتى من اللي انت كنت متوقع انها تحصل ليك. هيتصل بيك حد من أصحابك في اليوم ده، هيطلب منك انك تتقابل مع بعض في احد النوادي اللي انت بتروحها او اللي هو بيروحها. صديقك ده بيكون حابب انه يناقش معاك مشروع شغل جديد مشترك هيبقى ما بينكم، هيكون مصدر ربح دايم بالنسبة ليك. فما بعد هتبقى حذر اكتر في كل الاشخاص اللي ممكن يكونوا حواليك انانيين جدا، عشان كده بنصحك بانك ما تقابلش معاهم وما تقبلش بتناقضات في حياتك من خلالهم. ما تخليش حد يأثر على تفكيرك لو كان تفكيرك سليم. بالنسبة ليك عاطفيا، هتبتدي تمتلك غيرة عمياء جدا على حبيبك وشريك حياتك، هتخليك تحس بتوتر وهتخليك صعب المزاج ومش طايق نفسك. كل ده هيخلي شريك حياتك ينفر منك اكتر. بالنسبة لك مهنيا، من الممكن انك تكون حابب مسؤولياتك اكتر في الشغل، وده بيتطلب منك انك تبقى اكتر اتزان في الفترة دي، عندك هدوء اكتر من اي وقت سبق قبل كده. بالنسبة لك صحيا، الشهر يعتبر جميل جدا عشان تقوم بنشاطات حلوة ترفيهية متنوعة في احضان الطبيعة، هترفه بيها عن نفسك بشكل واضح وكبير. بالنسبة لي يوم الأربعاء هيبقى حلو جدا للتواصل، لأنك هتبقى في حالة مزاجية حلوة للمحادثات والاجتماعات، مش هتبقى عندك حاجة انك تفكر في كل اللي بيحصل ليك في الأحداث اللي حصلت، لأنها هتبقى متناغمة جدا مع مشاعر وحالات الأشخاص اللي حواليك في الفترة الجاية. اهتماماتك كتيرة جدا في الوقت ده، في كلام كتير هيحصل، في نميمة كتير ممكن تبقى خاملة في الفترة دي، لكن هتبقى رسمية وتجارية في الفترة الجاية. هيكون يومك مناسب جدا للمحادثات اللي هتبقى متعلقة بالمشاكل بتخص الأسرة، وهتبقى كل العلاقات اللي هتبقى بالأشخاص القريبين منك النهاردة في كلام هيحصل فيها، هيدور أشخاص كتير جدا عنك وهيكونوا حابين يشاركوا تجاربهم ومشاعرهم معك. هتخطط بشكل كويس، هتنخرط في مهمات روتينية كبيرة جدا زي كتابة رسائل او دفع فواتير، ولكل ده هيبقى الوقت مناسب لو حبيت تخطط لانك تجدد علاقاتك مع اصحابك.